السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الكرام، متابعي قناة ليت جيمز وكل الأشياء ألعاب. رجعنا لكم فيديو جديد قناة لعبة مودرن وارشيب. وصلنا لكم إلى فيديو حاملة الطائرات الإيطالية شباب، اللي موجودة بالشدات واللي تستهدف بالتحديد اللاعبين بتير 2. أنا أشوف هذا الشيء مهم للاعبين المبتدئين باللعبة، فاللايك والمشاركة جدا مهمة لكل اللاعبين المبتدئين حتى نشوف إمكانيات هاي الحاملة. سعر الحاملة 4 ملايين ونص الشدة يا شباب، موجودة بتير 2 تحت ليفل 15. راح نشتريها ونطورها ونحط تشكيلة ونرجع لكم يا شباب حتى نشوف إمكانياتها الكاملة كماكس ليفل، ك سرعة ومناورة وبدن يا شباب. اوكي شباب، بعد ما مكسنا الحاملة رجعنا وياكم. المتانة كاملة 175 ألف، السرعة 15 عقدة، المناورة 6.5، الرادار 11.2، السونار 2.8، موارد اعادة تسليح 300. طبعا هاي الترتيبات لها تعتبر حاملة جيدة بتير 2 بالامكانيات مالتها. عفت الصاروخ الاوتومات مالتها ومكسته، المدفع مكسته مالتها الثلاثي المغلق يا شباب، التوربيد خليته نفسه. اوريدي يا شباب التوربيد ما راح استخدمه كثيرا، لكن ممكن اذا كانت غواصه قريبه من عندنا فممكن استخدم التوربيد يا شباب. الطائره حطيناها ياك يا شباب، مروحيه ما احتاج لها منكسه ولا شيء، ما استخدم مروحيه اصلا. الدفاع الجو عفته يمكن 26 افضل دفاع جو موجود بتير 2. اذن يا شباب، الحامله بشكل عام مع التسليح تعتبر حامله هجوميه ملاحظه بين قوسين للناس بتير 2. الحامله ما بيها طائرات دفاعيه، لكن انت تعوض بالهجوم بيها، فممكن تستخدم بشكل كبير بالاونلاين هاي الحامله بسبب انه تمتلك 3 مدافع وصاروخ وتوربيد وطائرات هجوميه، وهذا الشيء ممتاز جدا. تبقى مشكلتها بالدفاع الجوي، لكن ام كي 26 اعتبره يفي بالغرض ان شاء الله من هاي الناحيه رغم قلتها. او اكس 2 يا شباب، ليتس جو للتجربه. اوكي اصدقائي، بدنا مع الطائره البرميل ياك 38. انا الطائرة هاي تعجبني صراحة شباب، رغم انه شكلها شوي عبيط بس طائرة حلوة. اوبا 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 اوبا، المتعة مع خليجي الفايكنج لا توصف صراحة. متحمسين نسوي رومات بهذا الماب. اوكي حلو بينا توقف بالجو. اوبا 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 اوبا، خلينا نتقدم بالحابلة والله. شوف المدفع مالته، اوه لود سريع والله. الله 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 الله، لحظة، حتى الحاملة سريعة يا شباب، حتى الحاملة سريعة جدا. هذا الماب هو مخصص الحاملات، وانا قلت قبل ما ينزل الماب بالفيديو اللي قبل يوم من نزول التحديث انه هذا الماب مخصص للحاملات، لحجم الماب الكبير فالحاملات تكون به هي المسيطرة بشكل اساسي، خصوصا انه مسافات الاشتباك بعيدة فيقدر ياخذ كفر براحته يطير طياراته. فبالنسبة للناس اللي متستخدم حاملات هذا الماب راح يكون عليكم نوعا ما صعب، هالحاملات راح يكون ماب لكم جميل جدا. من جديد ننطلق بالطيارة بهجمة أخرى يا أصدقائي. يلا انتهت. هاي طار بالشدات اللي تشوفوه قدامكم. الله 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 الله، هنا قلت عند الصاروخ لم يضبط معنا. شو اوه، مدفع حتى يضرب الطائرات، حلو. يعني هنا ممتاز الامر هذا، انه المدفع نفسه يضرب طائرات فهو يعتبر دفاع جوي زياده، هذا جميل، كلش جميل. الحاملة جميلة،
صراحة تستحق النص بالنسبة لتير 2، وعندك مدفع يرمي حتى الطائرات. اذا خلينا نشتبك بمدفع ويا السفينة او الحاملة اتوقع اللي قدامنا. حلو الايم مالته، حلو بالنسبة للسفن. ريلود سريع، جميل كلش جميل والله صراحة. التير 2 انتم مع هاي الحامل اموركم 10 على 10، حامل هجومي امتياز، امكانيات قوية، المدفع يشتبك جويا ويشتبك مع السفن وهذا شيء ممتاز، بها صاروخ جديد ممتاز، وإضافة إلى حط طائرة الياك، لا تشتري طائرة أخرى بالذات، بس هاي الطائرة وأمورك تمام، والدفاع الجوي أدى الغرض إن شاء الله. فإذا حاملة للأمانة نسبة قوتها 9 من 10، ناقصها بس طائرات دفاعية وزيادة فالدفاع جوي أو اثنين، كان ممكن أقول عليها 10 من 10 كأفضل حاملة طائرات بتير 2، لكن هي حاليا بالشدات تعتبر أفضل حاملة طائرات بالشدات نازلة عدا حاملات الذهب يا أصدقائي. لا تنسوا اللايك والمشاركة، وأراكم تعليقاتكم على الكائنات الحاملة بالنسبة لتير 2 يا أصدقائي. في أمان الله.